أو عدد المشاكل. أنا أقيس أقول للناس الناس العمر الحقيقة هو في عدد المصائب والمشاكل التي يمر عليها الإنسان، ها؟ هي هذا العمر الحقيقي. ففي ناس بيكون مثلا مرت عليهم كثير بيكونوا هم فعلا كبروا في السن، شايف كيف؟ بس إذا أردت أن تعرف هل الشيب له، إذا كان في شعر أبيض معناها عمر حقيقي، أيه. فأنت ما عندك ولا شيبة في الحاجب، يعني ولذلك بلسك شباب يعني. أنا بداية ستيني مدينة الصيف إذا سامع فيها في الشرق الجزائري قرب. أيوة، كان عندي طلبة من الجزائر فترة، كان الجزائريين يأتوا بأفواج، بعدين بطلوهم يجوا لأنه خافوا عليهم أنهم هم يعني بدوا صار عندهم بعض الآراء التي اختلفت مع الدولة. وربما هذا جانب، والجانب الآخر هو الأزمة الاقتصادية. أي بس إحنا في الأيام. البروفيسور سليم، يعني لو نبدأ أولا بالسيرة الأكاديمية، كيف يعني جئت إلى هذا البلد، وما هي يعني نجاحاتك في مجال اختصاصك، لو تعطينا فكرة عن الموضوع يعني. نعم، نشأت أنا في بغداد وحصلت على بعثة للدراسة الجامعية هنا، كنت في الفرع العلمي فأخذت الدراسة الجامعية في فرع الميكانيك، وكان ذلك سنة 1960، واستمريت هنا في الدراسة، وبفضل الله تعالى حصلت على درجة أول شرف في جامعة مانشستر للتكنولوجية السابقة، وعرض علي أن يعني يدفع لي بعثة من الجامعة لكي أكمل على الدكتوراه، ولكني أصريت على أني أعمل ماستر لأن كنت أريد الرجوع إلى بغداد لالتزامات عائلية وعاطفية طبعا، لعلي أني أخلص الماستر ثم أرجع. ولكن بعد الماستر أيضا عرض علي عرض قوي جدا، وكانت الظروف العائلية وال يعني ظروف البلد لا تسمح لي في الرجوع، فذهبت الحقيقة إلى بغداد سنة 1968 بعد أن خلصت كتابة الدكتوراه وقدمتها قبل الفحص. وكان الموضوع هو في ما يسمى بال يعني electromagnetic forces used in mechanical engineering، لاستخدام القوى الكهرومغناطيسية في تغيير أشكال المعادن. كان موضوع صعب جدا ولكن موضوع شيق يعني، ويعني خلى الإنسان يطلع على كثير من الأسرار العلمية التي تحكم كثير من المواضيع في الرياضيات، في الفيزياء، في حتى التجارب العملية، واستخدام قوة هائلة مكدسة من يعني القوة الكهربائية، وتفجر بجزء يعني واحد على مليون من الثانية لكي تولد طاقة كبيرة تغير من شكل مع عن طريق المغناطيس. وهذا الموضوع الحقيقة برز بشكل قوي جدا في تلك الأيام. لم أوفق للرجوع بعد ذلك إلى بغداد منذ سنة 68، استمريت هنا وذهبت درست في المملكة العربية السعودية لمدة سنة 71، ثم رجعت إلى إنجلترا في بعض الأعمال الصناعية في ألمانيا وإنجلترا، وأيضا اخترت أن أذهب لمرة أخرى إلى الرياض لسنة 76. وعلى فكرة أنا يعني عائلتي منحدرة من المدينة، يعني جدي وأعمامي في المدينة، ولكني يعني أبي تزوج عراقية من بغداد، ويعني شاء القدر أني أنشأ هناك، لكن توفى والدي فنشأت تقريبا يتيما في بغداد مع أخوالي. أيوه، فهذا التوجه رجعت إلى إنجلترا، فتخصصت في هذا الموضوع ولكن بشكل أوسع، بحيث يعني أدى إلى استخدام هذه القوى وحتى القوى الانفجارية، الطاقة الانفجارية، في قطع المعادن بطريقة ذكية تستخدم فيها ما يسمى بالشوك ويفز، بحيث أن هذه الذبذبة القوية الصاعقة تستطيع أنها يعني تقص المعادن وتكسرها بحسب الطلب بمكان معين، يعني حتى لا يصبح في يعني الانفجار يصبح قوة يعني عملية سلمية
لتشكيل للحم المعادن ولتشكيلهم وأيضا لقصهم. فهذا الموضوع أخذ مجراه، وبفضل الله تعالى يعني نشرت يعني بحوث كثيرة حوالي 200 في مجلات علمية وكتب حول هذا الموضوع. كان لي حوالي 50 طالب دكتوراه في الفترة هذه، وعدد غفير من الماستر، وإشراف على كثير من الذين من الزوار العلميين الذين يأتون باقي أنحاء العالم لكي ما يسمى بالريسيرش فيلوز أو ريسيرش فيزيتورز. أي نعم. يعني وأصبح أيضا لي دور في بعض الشركات كمستشار وكمدير فني بخلال وجودي في الجامعة، لأن الجامعة كانت تنشئ شركات يكون للأستاذ فيها حصة. وأهم شركة التي يشتغل فيها ما تسمى هي شركة الهندسة المعكوسة، التي هي تحاول أنها يعني ما ركزت حول بحر الشمال، في هناك هياكل كبيرة جدا من الحديد كان لابد لها أن تزال، وإزالتها مكلفة جدا، يعني تكلف أكثر مما كان من بنائها. يعني استخدمت الطاقة الانفجارية لكي أنها يعني تهدم بشكل كنترول، يعني بحيث أنها تميل على جنبها وتنزل على قاع البحر العميق. نعم. فكانت هذه مصادر يعني علمية وتجارب كثيرة مع الدولة ومع بعض الشركات العالمية. فيعني جاءنا من الشهرة والمال ما يعني لم يصل إليه الحقيقة أحد من دورتي، فكان هذا فضل كبير جدا. إلى أن التقيت مع أحد الأصدقاء الأساتذة اللي هو رجل مشهور اسمه دونالد كاردويل، وهذا كان من المؤسسين لمتاحف تاريخ العلوم والصناعة، وهو أول من أسس مدرسة كاملة حول تاريخ العلوم والتكنولوجيا. فجاءني مرة وقال لي: سليم، أنت يعني ماذا تريد أن تفعل بحياتك؟ لقد وصلت إلى ما يسمى بالذروة. فيعني أنا عندي اقتراح. قلت له: قال: إحنا عندنا في تاريخ العلوم موجود فجوة حوالي 1000 سنة من التاريخ مفقودة من أذهان الناس وحتى من المناهج الدراسية، وهذه 1000 سنة إحنا نسميها بالعصور المظلمة، العصور الدارك إيجز. يعني يعني من بداية الإغريق، من نهاية الإغريق بداية الرومان إلى عصر النهضة اللي هو يسمى الرينيسانس، وهذه مقابلة للعصر الذهبي الإسلامي. فما رأيك، أنت رجل تعرف اللغة العربية ومهندس وعالم ومعروف ووصلت إلى، فلماذا لا تساعد في أنك أنت تحاول أن تملأ هذه أو توجه الناس إلى ملأ هذه الثغرة؟ هل معنى هذا أن الفكرة لم تدر ببالك إطلاقا، يعني التفكير في مشروع مؤسسة للعلوم والتكنولوجيا والحضارة؟ لم يكن في بالي أبدا. كان الفكرة هو نحن يعني المهاجرين نحاول أن يعني نبرز كأي شخص علمي أكاديمي نشط، ولكن طبعا عندنا نوع من التوجه العاطفي نحو خدمة بلادنا يعني في العالم العربي والإسلامي، وكنا نأمل في ذلك، وصارت عندنا محاولات كثيرة. ولكن مع الأسف يعني ما يسمى بلغة الكمبيوترز والحاسب الإلكتروني يسموه الداونلود، يعني أنت عندك معلومات تريد أن تعمل لها تفريغ إلى يعني مكان آخر، تحتاج إلى نوع من الموافقة بين هذا المكان والمكان الآخر. ولكن إذا لم تكن هناك في نوع من التوافق بحيث أن المكان الثاني الذي تريد فيه قد لا يقبل المعلومات هذه الجديدة، فهذه إحنا عندنا مشكلة كثيرة واجهناها مع كثير من الناس الأخصائيين أو المختصين في الغرب من العرب والمسلمين، لأن يعني بلادنا ليست جاهزة لاستقبال هذه العلوم واستقبال هذه التكنولوجيا، لأن عندهم أولويات أخرى في عملية النهضة الاجتماعية، في أمور اقتصادية، في أمور إدارية. فهذه القضايا أدت إلى شو اسمه، ولذلك كانت اهتماماتنا يعني هي اهتمامات المواكبة في العلوم والتكنولوجيا، ولكن إن كنا مستعدين لكي نحاول أن نساعد يعني بكل ما نقدر للمشاريع. أنا ذهبت إلى أندونيسيا وذهبت إلى تركيا يعني مصر والأردن والسعودية، يعني عدة في المغرب.